مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، يتجدد اللقاء بكم مره ثانيه مع هذه الانطلاقه وهذه المسيره المستمره. شوطنا الثاني يتحرك بفئه الجعدان بشعارات اصحاب السمو الشيوخ وشعارات ابناء القبائل. نرحب بالمركز الاول وبرزان محمد بن العبد بن علي المشايخي من يبرز مع برزان بالمركز الأول، يليه على المركز الثاني شاهين محمد بن علي بن راشد الاشتبي. أما المركز الثالث فهنا شاهين الشيخ محمد بن خالد بن حمدان النعيمي المضمر سعيد بن فايل الزرعي. والمركز الرابع الذيب سالم بن عبد الله بن حميدي بن تميم الاشتبي يتقدم ثالثا. النقلة التالية إلى المركز الرابع شاهين سعيد بن مايد بن سالم بن حمود الاشتبي على المركز الخامس. والمركز السادس أرانس ناس محمد بن سعيد بن سالم الزرعي. المركز السابع سلاب مطر بن عبد الله بن سالم الشاوي الاشتبي. أما المركز الثامن زعطوط، وهذا هذا صاحب الشوط، هذا موجود. يا سلام عليك يا فنان، مرحبا بك والله، مرحبا بك يا زعطوط، يا زعطوط الجعادين. نعم الآن وانتظروه وانتظروه في الكيلو المتر الأخير، مستحيل أن ينهز ومستحيل ان ينخذ عن الشوط بشعار سعيد بن سهيل بن دريوي. المركز العاشر فهنا ناصر سالم بن رايد بضبيعة. هذه الاسماء، هذه الاسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للعشرة، المراكز الاولى التي اعلناها على مسامعكم. يا سلام يا سلام، مع اشراقة شمس صباح هذا اليوم بنسير عند المقدمة، ولكن عيوننا بتكون وراء، عيوننا بتكون عند زعطوط، ولكن نحن بنتابع اللي في المقدمة. ما أدري يمكن اليوم شيء جاينا ما نعرف تاريخه، هذا اللي هو برزان محمد بن عبد العلي المشايخي، هذا ما نعرف تاريخه من أي ميدان قادم. المركز الثاني شاهين محمد بن علي بن راشد الاشتبي. والمركز الثالث فهنا شاهين للشيخ محمد بن خالد بن حمدان النعيمي سعيد بن فايل الزرعي. والمركز الرابع، المركز الرابع الذيب سالم بن عبد الله بن حميدي الاشتبي. هذه المراكز الاولى، هذه المراكز الاولى. لا اليوم ما بيومك يا زعطوط، اليوم اليوم ما هو بيومك، اليوم اليوم برزان. يا سلام، برز برز وخلاص خلاص، اعطوه الناموس، اعطوه الناموس يا ابو يا ابو. روح عصاه قوس ما تحركت ابدا ابدا ابدا. يا سلام يا سلام، يطيب يطيب مع الناموس ويطيب مع البراد والهواء الجميل والضباب والجمهور اللي تابعه، الجمهور اللي تابعه بالمركز الاول محمد بن العبد بن علي المشايخي. اما المركز الثاني فهنا الذيب سالم بن عبد الله بن حميدي بن تميم الاشتبي. والمركز الثالث اقول شاهين للشيخ محمد بن خالد النعيمي. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. نعود مرة ثانية، نعود 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 إلى برزان. برزان يا برزان، ياك ياك الذيب، ياك الذيب، ياك الذيب، ياك الذيب. خذ حذرك، خذ حذرك يا برزان، خذ حذرك يا برزان. الذيب مهاجم، الذيب واصل، الذيب 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 واصل بشعار السيد سالم بن عبد الله بن حميدي بن تميم الاشتبي. هذه المراكز، هناك القادم أيضا اللي هو الذيب آخر خليفة بن عروف بن جنة الاشتبي أيضا. الله يهي ذياب قادمة، الله يهي ذياب. يا برزان يا برزان، الذياب يوك، الذياب ينك، الذياب ينك، الذياب ينك، ولكنك أنت ذيب، أنت أسد، أنت بطل، أنت ذيب، أنت أسد، أنت بطل يا برزان. صباح الخير، صباح الناموس، صباح الناموس لمحمد بن العبد بن علي المشايخي. نهنيه. المركز الثاني الذيب خليفة بن عروة بن شنة، المركز الثالث الذيب سالم بن عبد الله بن حميدي، المركز الرابع
سمو الشيخ محمد بن خالد الحمدان النعيمي والمركز الخامس عبد الله بن راشد بن معدن. هذه النتيجة 4 دقائق 34 ثانية.